حققنا. استغربنا تساءلنا، هذه الثورة دينية ولا مصرية؟ ما جاء إلينا من المشاركين من كنائسنا في الثورة في الشوارع، هذه ثورة وطنية مصرية 100%، أحد مكوناتها التيار الديني وليس المكون الرئيسي. ولكن حدث تطور بعد ذلك أن صار التيار الديني هو المسيطر، الاختطاف، عملية الاختطاف، فدي كانت غير متوقعة بنسبة 100%. والأمور الغير متوقعة بدأت بعد 25 يناير بعدة شهور لم تكن، حدثت في الاستفتاء، حدثت في بعض التوترات الطائفية، ما انت في يناير كانت الكنائس كلها بدون حراسة ولم يقترب منها أحد. فالأمور الغير متوقعة دي كانت غير متوقعة بعد كمان 25 يناير، لكن لم نكن نتوقع ب 25 يناير. عظيم. هل توقعت 30 يونيو بهذا الزخم؟ لأنه توقعت وشاركت. لأنه انا مثلا انا ما شاركتش، انا نائب رئيس طائفة كقيادة دينية. انا بتكلم هنا كعنصر المسيحي. ما انا اقول لك بقى، مراتي انا واولادي شاركوا، وعندنا في البيت لغاية دلوقتي وقتها صورة المشير السيسي اللي كانت رفعاها في الميدان، عندنا موجودة محتفظين بيها لغاية دلوقتي. فأنا مش بس كنايسنا شاركت، ومش بس شعب، أنا أسرتي شاركت في، وكنا بنتابعهم ونقلق عليهم، وهي ما كانتش بتروح التحرير، كانت بتروح الاتحادية، لأن أنا قريبين من هذه المنطقة. شاركنا، وبالتلاتين ستة بالنسبة لنا كانت الأمل. وإن لم يحدث 30/6 كان سيتعرض المجتمع المصري بشكل عام والمصريين المسيحيين بشكل خاص إلى انتكاسة لن تفرق كثيرا عن سوريا أو العراق. للدرجة دي؟ للدرجة دي. كنت حاسبينها بهذا الشكل؟ طبعا. وده لهذا كان الحماس المسيحي الشديد جدا لإنقاذ أو عملية الإنقاذ في 30 يونيو. إحنا خرجنا، وخرجنا بجد، وشاركنا بجد. وحتى أنا لما كان القائمين على الحكم في ذلك الوقت بيقولوا المظاهرات 70% منها مسيحيين، فسألت واحنا عددنا كام عشان 30 مليون؟ يعني احنا في الاوقات العادية يقولنا انتوا 6 مليون 10 مليون، وفي الاوقات اللي مش يقولولنا 70% من 30 مليون، يعني لو 70% من 30 مليون مسيحيين يبقى تعدلنا 90 في مصر 50 مليون يعني، وده طبعا مش حقيقي. فخرجنا، خرجت كنائسنا، وخرج شعبنا، وخرج أهالينا، وخرج زملاء لنا من القصوص وقيادات الكنيسة في كل مصر. لازم أقول أن 30/6 كانت الأمل، ولو كانت سقطت 30/6 لم يكن لدينا أمل. كويس. هنا يلزم